السلام عليكم، تحية للأصدقاء والناس المتتبعين ديالي في قناتي وقناتكم اللي هي إبراهيم تميعي. واليوم إن شاء الله ندير لكم واحد جولة خفيفة وظريفة إن شاء الله اليوم في الجبل. قلنا نساريوكم معنا اليوم شوية، كما كتعرفوا ديما كان نمشيو لشي بلاصه كنقدروا ندير لكم واحد الفيديو يكون مزيون حيت الناس زوينين، وقلنا نشارك معكم تاني هذه الجوله خفيفه اليوم. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر ونساريكم شويه مزيان. كما كتعرفوا دابا موسم الكرموس، وحنا طالعين نشوفوا هاد الجنان اللي قدامنا اللي لقينا فيه شي كرموس. واخا هي هاد العام كما كتشوفوا صعيب 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 الامر هاد العام بزاف، الله يحفظ. يعني كاين الجفاف، الكرم ما شبعش هاد العام، الشتاء والامطار كانت قليله، لا من القمح لا من الكرموس لا من جميع الحوايج هاد العام، الله يحفظ. نتمنوا السلامة نتمنوا السلامة وربي يرحمنا في أقرب وقت، ونشوفوا الأمطار تكون قوية، ويكون العام شي عام عاوتاني يكون زين من العام الجاي إن شاء الله. وتال الكسيبة تشبع، ويعني بزاف بزاف الحوايج اللي ناقصين. كما كتشوفوا دابا هذه هي الشجره ديال الكرموس، ولكن سبحان الله العظيم والو، خاويه بزاف من الامطار. دابا ملي كيكون الامطار قوي تبارك الله كتكون شجره عامره كرموس، يعني كيكون فيها واحد الخير كبير بزاف. كما كتشوفوها هو يا جنان، يعني ناقص بزاف، و يعني كان تبارك الله كيكون هذا عامر عامر كرموس، يعني وكتكون شجرة مرتاحة. ودابا سبحان الله العظيم يعني خصها الماء بزاف 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 هاد العام، الله يحفظ. جفاف هاد العام كتير 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 بزاف هاد العام، الله يحفظ. كنتمنوا السلامة يا ربي يا ربي والسلامة، وربي يرحمنا ونشوفوا ها
هاد الشجيرات ولاو عاوتاني زوينين ويرتاحوا، ويكون الواحد ياكل الكرموس كما كتشوف هذا كيكون فيه الخير موجود. من هذه مخي مخي عيامي ياكل الكرموس، يعني تبارك الله يعني كتلقى الخير موجود. العام اللي كيكون فيه الخير كيكون الخير، والعام اللي كيكون الجفاف سبحان الله العظيم كل شيء كيكون قاصح. حتى كرموسة اللي بغيتي غير تاكلها ما تلقاهاش، ها كما كتشوف هذا سبحان الله العظيم، يعني نشف من كل شيء غير من الامطار، هي من الامطار سبحان الله العظيم. لكن الامطار كيكون الخير موجود سبحان الله العظيم، كما كتشوفوا شو تبارك الله، كما كتشوفوا الحمد لله هي الكرموس. قدرنا نجمع شويه ديال الكرموس من هاد الجنان، وخا يعني كرموس ماشي شي كرموس واحد تعرف بالاداره، الكرموس يعني زوينه بزاف. الحراره ملي كتكون الحراره تاع الكرموس ما كطيبش على خاطرها وتقول راها كتجي زوينه، حيت الكرموس الاغلبيه خصها كتبغي الغربي، ما كتبغيش تكون الحراره مرتفعه والشرقي يعني حيت هي كتبغي تطيب على الخاطر ديالك يكون الجو رطب. وكتشوفوا هذا العام يعني الجو قاصح بزاف بزاف، وسمحوا لي بالنسبه يعني الناس اللي هما كتلقاهم بعادين يعني ما كيقدروش يقيسوا الكرموس، سمحوا لي بزاف. خصوصا الناس العيالات اللي كيكونوا حاملين سمحوا لنا بزاف بزاف بزاف، يعني ما قدرناش نديرو هكا، ولكن بغينا نشاركو مع الاصدقاء ومع الناس والاحباب والناس المتتبعين، بغينا نشاركو معكم هاد شويه ديال الكرموس. يعني بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. Thank you.
تبارك الله عليكم، تحية خاصة. مرحبا بكم في قناة إبراهيم الدنيائي. واليوم اخوتي غنوريكم واحد العين اللي هي تبارك الله كتكون عامره بالماء. ها كما كتشوفوها هي، ها هي قدامكم، باش تعرفوا علامه الجفاف. يعني هذه كتكون عامره، كيورد منها بنادم الكسيبه يشرب، بنادم عفوا كيشرب منها الكسيبه، كتشرب منها يعني تبارك الله كتكون عامره. ها انتم بقاو معايا ونوريكم ان شاء الله باش تشوفوا حتى الماء ما فيهاش خاويه. ها سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كما كتشوفوا اخوتي ها انتم ها هي والو، فيها واحد شويه ديال الماء. هذا تقريبا فيها واحد متر ونص ديال الغرق، متر ونص ما قادرش يعمر. باش تشوف يعني راه كاينه واحد الحراره كبيره بزاف، يعني وعلامه الجفاف الله يحفظ. كما كتشوف اخوتي ها هي، ها هي قدامنا، وكتكون تبارك الله هذه ما عمرها كتخوى، ديما كتلقى فيها تبارك الله الحامره، وما كيكون الامطار كتكون حتى الماء ديالها زوين ما تشبعش منه. سبحان الله العظيم، هذه كيسميوها عين شويبه، هذه عين شويبه يعني معروفه بالاسم ديالها عين شويبه. هيا سبحان الله العظيم. طلعناكم اليوم للجبل، قلنا نشاركوا معكم هذه الجوله خفيفه ويعني وديما ان شاء الله الجديد. واللي ما كيعرفش ليه هي قناتي وقناتكم إبراهيم الدميعي، اللي هو اول مره كيزور قناه إبراهيم الدميعي يخلي لي شي كومونتير زوين ويضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد.